السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. سنة 2006 تلقيت دعوة من المجلس الإسلامي الدنماركي لإلقاء محاضرة عامة للمسلمين وغير المسلمين، وبعد كده تدريب بعض الشباب الدنماركي المسلم على دورتين دعويتين، وعملنا محاضرة عامة كبيرة حضرها مندوب عن ملكة الدنمارك، حضرها مندوب عن رئيس الوزراء وبعض الوزراء والسياسيين. وحدث في المحاضرة دي أحداث هنتكلم عنها في حلقة أخرى بإذن الله، لكنها أحداث مهمة جدا. كان برنامج ناجح الحمد لله، وسافرت، وبعدها بعشر أيام نشرت الرسوم المسيئة لمقام النبي صلى الله عليه وسلم، نشرت في جريدة دنماركية وجريدة نرويجية في نفس اليوم، وكلنا فاكرين الأحداث والمظاهرات في العالم الإسلامي وحرق بعض السفارات ثم مقاطعة المنتجات الدنماركية. وهو ده اللي أنا جاي أتكلم فيه بقى النهاردة، المقاطعة. أولا، إلى أي شيء أدت المقاطعة؟ ثانيا، هل كان صح المقاطعة بهذه الطريقة أم كان هناك طريقة أكثر تأثيرا؟ يجب الإنسان يراجع نفسه ويراجع مواقفه ويتعلم من دروس الماضي ومن التجارب اللي مر بيها. أول حاجة، المقاطعة سلاح قوي جدا لكنه ذو حدين، إذا ما استخدمش صح هيضر الإنسان. أنا عايز أقول لكم إن بعد نشر الرسوم قررنا كمؤسسة الجسور للتعريف بالإسلام نعمل مؤتمر مغلق للصحفيين الدنماركيين وللسياسيين فقط، فذهبت إلى الدنمارك عدة مرات في الشهرين التاليين لنشر الرسوم المسيئة، وجدت معظم الدنماركيين ضد الرسوم ويرونها سخيفة جدا وما كانش ليها أي داعي، وإن حرية التعبير لا تعطي الحق في التجريح وإهانة المعتقدات. هذه مشاهدتي ومشاهدة معظم من كان يعيش في الدنمارك من المسلمين، أن نسبة المتعاطفين كانت لا تقل عن 70%. أنا نفسي خرجت في بعض المظاهرات الاحتجاجية احتجاجا على الرسوم في الدنمارك، وتكلمت فيها وخاطبت الجموع، وأشهد بأن غالبية المتظاهرين ضد الصحيفة المسيئة كانوا من الدنماركيين غير المسلمين. لما أعلن بقى المسلمون مقاطعة الدنمارك وحدناهم، أصبحنا المسلمون في جهة والدنماركيون في جهة أخرى لإنقاذ اقتصاد بلدهم ومستقبل أولادهم. الأول كان المسلمون و70% من الدنماركيين في جهة قصاد الباقيين، لكن لا، بعد كده احنا وحدناهم لان احنا قررنا مقاطعة الكل. الامر الثاني، احنا لم ندرس من هم الذين نقاطعهم. هل هذه المقاطعة شرعا تجوز بهذه الطريقة؟ ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر اخرى، وقال ايضا كل نفس بما كسبت رهينة. هذا مبدأ اسلامي، الا يعاقب احد بجريمة شخص اخر. قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. إذن لابد من تحري العدل والدقة في العقوبة. المشكلة أنه نتيجة الغليان كان من يتكلم مع الناس بهذه النبرة وقتها يتهم بأنه لا يحب النبي صلى الله عليه وسلم. هديكم مثال، المؤتمر اللي عملناه للصحفيين كنت محتاج له رعاة دنماركيين عشان يظهر بمظهر أن الطرفين بيحاولوا يحلوا، لكن نتيجة مقاطعة المسلمين للمنتجات الدنماركية انسحبت جميع الشركات الدنماركية ورفضت رعاية المؤتمر حتى لا تتهم في الدنمارك بالخيانة أو التواطؤ أو عدم الحفاظ على كرامة الدنمارك. في الوقت ده عرفت أن هناك مصنع للمأكولات الدنماركية قد أحرق في الأردن، فأرسلت لصاحب المصنع إيميل قلت له يجب تعرف أن حرق مصنعك يخالف الشريعة الإسلامية وأنك تستحق التعويض شرعا ممن أحرقوا مصنعك، فإن لم يعوضوك فالتعويض في رقبة مسلمين الأردن جميعا، فإن لم يعوضوك فالتعويض في رقبة كل مسلم في العالم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم إلى آخر الحديث. ومعنى ذلك إننا سنسأل أمام الله عن مالك اللي أنت فقدته. أنا بعرض عليك 5000 يورو وهدفعهم لك بالتقسيط على 10 شهور لأخلي مسؤوليتي أمام الله. فأرسل لي إيميل صاحب المصنع الدنماركي هذا يشكرني فيه ويقول لي بهذه الطريقة ستتمكنوا بإذن الله من نشر الإسلام،
وحب أقول لك على سر لا يعلمه الكثيرين، أنا مسلم منذ 8 سنوات. يعني المسلمين حرقوا مصنع هذا الرجل المسلم الذي هداه الله للإسلام غيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. في حقيقة الأمر هم ظلموا الرجل. الرجل ماله ومال الرسوم، أين الفائدة؟ وحتى لو كان غير مسلم، أين الفائدة التي عمت على الإسلام من الإضرار بمصدر رزق ناس بتربي ولادها؟ الظلم لا يكون أبدا ردا على الظلم. إحنا كده بنستبدل الظالم غير المسلم بظالم آخر مسلم. الرجل رفض ياخد 5000 يورو، فعرضت علينا أحط اللوجو بتاعه شركته كراعي دنماركي للمؤتمر مجانا، وعادة الرعاة بيدفعوا مبالغ كبيرة كدعاية لهم، وبذلك هو استفاد دعاية وأنا استفدت وجود راعي دنماركي، اسم وشعار الشركة الدنماركية بترعى مؤتمرنا، وده اللي كنت ببحث عنه. ثم بعد مرور 12 سنة على أحداث الرسوم المسيئة في الدنمارك، جه الوقت اللي يجب فيه دراسة كل ما حدث والاستفادة منه والخروج بعبر، عشان نستفيد في حالة وجود أحداث مماثلة. ثالثا، إلى أي شيء أدت المقاطعة؟ 1، انتشار جريدة فاشلة لم تكن توزع إلا أعداد قليلة وأصبحت من أكثر الصحف توزيعا بسبب الدعاية اللي إحنا عملناها لها بالرد الفعل الخاطئ بتاعنا. 2، تم إعادة نشر الرسوم المسيئة للنبي عليه الصلاة والسلام في معظم دول الغرب عندا في المسلمين، وتضامنا مع الجريدة اللي استغلت الحدث ده عشان تظهر وكأنها نصيرة لحرية التعبير، بينما المسلمين هم أعداء حرية التعبير. فاتنشرت الرسوم دي في جميع دول الغرب. طيب إيه بقى الغلط اللي احنا عملناه؟ هل أنا ضد المقاطعة؟ لا، أنا مش ضد المقاطعة، لكن أنا مع المقاطعة الرشيدة. التخطيط الجيد تأتي المقاطعة بثمارها إذا احنا خططنا لها صح. يجب دائما قبل كل خطوة نخطط ونضع هدف واضح، ثم نضع خطة للوصول لهذا الهدف. هدفنا كان اعتذار الجريدة، والجريدة لم تعتذر خالص، لم يعتذر أحد إطلاقا. البيان اللي صدر كان صياغته ذكية وماكرة، قالوا نأسف لما حدث. الأسف يختلف عن الاعتذار. انت ممكن تعمل حادثة سيارة وقول لك أنا آسف على اللي حصل لك، ده مش معناه إن أنا بعتذر، ده معناه أنا آسف، يعني أنا متضامن معاك، زعلان علشانك. سوري حاجة غير I apologize تماما. اسمع بقى اللي المفروض كان ممكن نعمله في رأيي. لو كنا اشتغلنا صح، كنا نعلن حول العالم عن مقاطعة الشركات التي ستدعم خطاب الكراهية والعنصرية بالإعلان في هذه الجريدة، ونعطي مهلة 2 أسبوع لجميع الشركات التي تعلن في هذه الجريدة العنصرية لإلغاء عقود الإعلانات، وإلا سيقاطعها المسلمون حول العالم. تعرفين إيه اللي كان ممكن يحصل؟ الصحيفة ما بيوجعهاش إلا المعلنين لو توقفوا عن الإعلانات ولغوا عقود الإعلان. الجريدة مش كانت هتعتذر، الجريدة كان ممكن تركع. ثانيا، كنا سنتجنب الإضرار بمصالح ناس ليس لها ذنب وكانت مؤيدة لينا. العبرة من قصة النهاردة هي لابد من الهدوء والتفكير الهادئ ووضع أهداف واضحة ثم التخطيط جيدا للوصول لهذه الأهداف، وإلا سنظل نخسر بهذه الطريقة. لما رجل راح للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انصحني، قالوا له لا تغضب. ولما قال له قعد يكرر عليه انصحني، قال له لا تغضب لا تغضب. ودي نصيحتي لكم، لا تغضب. والسلام عليكم ورحمة الله. خدنا سكك كتيرة فنمشي مع الدروب، وأحلامنا الكبيرة تتوه وسط الهروب. نزرع في المعاني ونمسك في الأماني، انا خايف.